الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكير إن شاء الله نيني بنا شكا لينغن على شكل لينغترين بإذن الله عز وجل نفس سيرة لواس نكون نكون هون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم رغم معنا آه نلاقوها معنا ندوي نرغون انكيها برضه وصلنا قلنا حلقه الاثنين دي ثم نسجن دين آه خديجه دي ابو بكر دي علي دي آه زيد دي لكن حلقات تشكلا هنا ولا ثم نشط على الدعوه الى الله يا ابو بكر رضي الله عنه ندمن سالطرين وخلاص لان النبي صلى الله عليه وسلم دي جماعه عنه عم كانوا خديجه ندي سيخوان دين من ابو بكر دعوة لي آمن نخ سيها كلابر من الدم آه انذار ناقوسي ناكوسي قو نا ناقومسي ناشعبسي ناقبائلسي ناعشيرسي ناعرحامسي جارقو إتا جارلو أن تردو وجارلو أن ثم نشط للدعوة الدعوة إلى الله أبو بكر رضي الله عنه وصار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته وكان رجلا عفيفا مالفا محببا سهلا كريما جوادا معظما اعلم الناس بانساب العرب واخبارهم يقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته فدعا الى الاسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قومه نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم يصير انت أبو بكر أبو بكر قام أول جروا جامنير واسستراري كريمر جوادر وانتهر فعال الخير آمر بالمعروف نهى عن منكر آآ خير آآ يعني تاجر جواد كريم ورقاق تكس رقاق مع عملة نيو تكيو مجارة نيو نيسا ناني وليل كدام هونلوم لي كودو نفس النبي صلى الله عليه وسلم ان وثقوا ابوهم ان ان انكلوا واسدنا يو حقسي قبل دنا حق جابل دوياني يوسي وعليك اختيريك جربو منه ورقوق فأجابه جمع من فضلاء الناس فنابلن كلا برنوخ منه ندعوه مطوالي استجابة السينيو آه في مقدمتهم عثمان بن عفان الأموي أول واحد دنبي الدويخ أبو بكر دويخ ولا عثمان بن عفان الأموي عثمان بن عفان آمنو والزبير بن العوام الأسدي زبير بن العوام آمنو وعبد الرحمن بن عوف زهري آمنو وسعد بن أبي وقاص زهري آمنو وطلحة بن عبيد الله التيمي آمنو بين لهم أبو بكر رضي الله عنهم الإسلام وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا الله أكبر قال أنا فجلسي يم بالله عليك أنا وريك وريك إنسان نا كستان نا يعني مبوي ندي يعني سماحة إسلام سي دونيها ينشر ينشور شور دكا لا دونتك دك يا خير كلام من الدعوة سي خير دكا ناصحنا لي مش آه تقصير بقديمنا نا تانس لاما حقاقسي جوار اكن مولاد وانا نقديبو كودو حقد بلتي احسند واليسند منطقد برهاند دونيلو اسلام سيحن شاح اقلو شاحن اقون نيم هم متين واجبين اقونين كمسلمين بلتي هي احسن ورانا قن اسلام قاليس نو ورانا قن اسلام او احوين قاليس نو لشاحن اولا زادو تنبرني لاوز ما يدق حقس قاليس جريلو دوا قريلو كلاوتكو في غدت ابا عدل سجريت تر احسان سجريت هو اسروكا جار عفينك وعلنا ابو بكر رضي الله عنه وعلى وريك غرو امنن خن ابو وريك غرو يلا غراس خن نيا لا اسمان بن عفان زبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبيد الله ني ما شاء الله تبارك الله وريك هو سعد بن ابي وقاص وعلى اسمان بن عفان لا زبير بن الزبير من العوام هنا عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابو وقاص ابو وقاص سجه طلحه بن عبيد الله انكو بين لهم يعني برد خوغلم قال خوغلم فسر خوغلم شرح خوغلم اسلام ورنقن ابو بكر رضي الله عنه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورنقن نيد ويغلم النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق عقد وحي وهاب انت تلو دوي غلم. نين آمنو أدوالهم النبي صلى الله عليه وسلم نعصق فأسلموا جميعا الله أكبر ثم ترى هؤلاء أمين هذه الأمة ثم نادم بك أمين هذه الأمة يستخ لا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لقبوا خلو كان يخلو كناية النبي صلى الله عليه وسلم يخلو أمين هذا الأمة نينا شرف بهرجن النبي صلى الله عليه وسلم يخلو هذا أمين هذه الأمة وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح وابو سلمه بن عبد الاسد وامراته ام سلمه والارقم بن ابي الارقم وعثمان بن مذعون واخواه قدامه وعبد الله ابناء مذعون وعبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وامراته فاطمه بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب وخباب بن الارت وجعفر بن ابي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيها بنت يسار وأخوه الآخر معمر بني الحارث والمطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله بن أسيد النحام وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ من شتى قريش نيناو أسأسر لي آمنوك نينو قريش دقن من فروع وقبائل قريش سورة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من قير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي ومسعود بن الربيع القاري وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بني جحش وسهيب بن سنان الرومي وعمار بن بن ياسر العنسي وأبو ياسر وأمه سمية وعامر بن فهيرة اثنين ناو السابقين ومن سبق إلى الإسلام أيضاً يعني سلف الإسلام لتو من السابقين إن جابر إن جابيتو سلف جار أكرم اللهم إسلام تكرموا إسلام نجابيتو ومن سبق الى الاسلام من النساء من غير من تقدم ذكرهن ام ايمن بركة الحبشية ام ايمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادنته نيني مولاة النبي صلى الله عليه وسلم نجن النبي صلى الله عليه وسلم نجن حدا دليل نجن مقدول الرجل خدم له اما يعني اسلمت نريا دشكليا و وام الفضل لباب الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب نيخ رزقي النبي صلى الله عليه وسلم نا أم الفضل يستري وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن نين أن أكون من أوائل كذلك وقد عرف هؤلاء الأقدمون وقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين نا لقب سابقين نقول نين الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب جنة جميعنا يعني فضل الله سبحانه وتعالى اختيره ربنا الله وقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين الأولين ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام يعني إنه قابلين يستودي الإسلام جابر نادك شمالك معنا هاجن أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا ليخدي سخر ليخدي سخرا تقريبا نينجن إن سابقين لقب استهلوا إن سلف آمنوا ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الهجرة بعد الدعوة دعوة أو تأخر أسلم بعضهم إلى الهجرة بها بالضبط أرسلنا يعني إن هجرة جاب ما آآ آآ يعني تونو ناوك النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أخلاص كهجرة ما نابلن إن هجرة لكن عدد ناق اللي يخدس أخوان تصدق ولا يستوك نابي إن جزء إن سابقين روحين. نان عبادة المؤمنين وتربيتهم ندم وهبي نعبدون رقون خو نكونين وهبي النبي صلى الله عليه وسلم ربي خو نلوم وهابي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه خو نلوم نمر حالات عبادة المؤمنين وتربيتهم. أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل بعد أوائل المدثر. ويقال أن أول ما نزل بعدها هي سورة الفاتحة. وهي سورة تجمع بين الحمد بين والدعاء. وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام. كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات كما أو كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الصلاة ركعتان بالقضاء وركعتان بالعشي نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة طبعا الحمد يا أيها المدى السردي اقرأ دم أول سورة قمرري الحمدوغن وريخ قامتين والحمد جاروخ دعادي نير نادك اشتملتي ام مقصد نروك ام قرآن دين اسلام دي, دي تل جراب سخصي له نيزك نيتك لاغش شملتيلو نادك ناول ستي نا سورة الفاتحة ما فاتحة الكتاب اول سنة لنبانك قدني سنك يعني آه اول شيء عبادات النبى صلى الله عليه وسلم تي جار أمر أقول له ما معنا توحيد أمر أقول لا إله إلا الله شرك في هذا ونقدم من نقدم عباده سي. أول حاجة صلاة أمر كله صلاة خي على حمدور نقد تراه إن صلاة ركعتين رجتي بالقضاء يعني بالقضاء يعني أه قراود أول فترة صباحية شواء الصباح لي أه وبالعشي الفترة المسائية كرنيلد ركعتين الصباح ركعتين بالمساء رجتي نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة بدير انتو قنا نش قند ما ودوت العلم كله سلاسل على كل النبي صلى الله عليه وسلم طيب فكانت الطهارة الكاملة هي سمة المؤمنين على طول طاهرين أكون الجنوق والوضوء شرط الصلاة طبعا نان إن شاء الله حلقات من الدكولين أربيدي أنكو حلقات لي صلاة لي جابنا بنكون جار واحد كله الشرح الممتاز لهم بوسي حلقات الناس قال شروط الصلاة ورنا عقد دار سجابيرن نين كان لكن الوضوء شرط الصلاة دائما شرط صلاته وضوء والفاتحة أصل الصلاة الفاتحة هي الحم الحمد لله صلاة أصل صلاته نرجن والحمد لله والتسبيح من من أوراد الصلاة وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقيمون بها في أماكن بعيدة في عن الأنظار وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب نو كتنز قوتين ما كان شيرق فلينك شريش أكانك آه قيتلي آه أو الدقلي آه قاخلي كان قدام وعلى قحب وعبادة جيد نعصنو خيستقنين ينتبتي نيكس ليسون القنق ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى في أوائل الإسلام أيها أقول لك أقل لهم وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد ويرقبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار ويعظم مواعظ ويعظهم ويعظهم مواعظ بليقة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يحدو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملات وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويربيهم إلى التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه وهكذا مرت ثلاث أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي الا انها صارت معروفه لدى قريش وقد تنكر الله بعضهم احيانا واعتدوا على بعض المؤمنين ولكنهم لم يبالوا بها بصفه عامه حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في الهتهم. نفتر نيس تبتاند هدوء لبيسي نسيفاء لا رزقني لا عرزقني لا طرح رزقني كذا لا اكون نا اخلاق دي نا قيم دي نا آداب دي توحيد دي انتكي وتكي النبي صلى الله عليه وسلم علموا لهم رب حكمت حكمة دي كتاب دي قران دي علموا اخلاق نظافه تضحيه دي صبر ندعوه من رحمه زك نا سابقين نا بيني رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهاب وجهه يقول نابا كلفه مني دي نرى سيد حمل سنوق نا امانه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم